قلب أصلان، رجالنا ما تركوا مكان إلا ودوروا فيه، بس لهلأ ما لقوا أي شيء. معلم فخري، مين في غير فيكتور بده يكون عاملها؟ إيه تمام هيك، بس ما في أدلة. إيه طيب معلم، الولد وينه؟ إذا قتل الولد يعني هي ما اسمها مساومة. بس لو كانوا بدهم يقتلوه هنن كانوا قتلوه من قبل، وهذا يعني إنه بدهم يساوموا. لا ريها، هنن بيعرفوا كتير منيح إنه عمي ما عاد يساوم لو شو ما صار. وبعدين هو قال بصراحة ما بصير العيلة تدخل بهاي القصص. وهلأ بعد ما دخلوا الحرب العم، أنا رح جن. هذا بولنت ما حدا عم يعرف شي عنه. إذا كان محمود مو ميت أكيد ما حدا غيره ممكن يكون هاد البولنت. البير جبلنا شاي. يلا حاضر. ما بعرف إنك بتحب هالولد لهالدرجة الياس. شو علاقة هالشي بحبي لابن أخي يا معلم ثروت؟ هالولد هاد ابن العيلة كلها، وهالحركة يلي صارت ضدنا. ايه مزبوط، واكيد رح نزعل على خطف ولد صغير صح يا سيد ثروت؟ هذا طفل شبك. وانا هيك بقصد. انت ما بتقصد شي ثروت، انت بس عم تلعي بلا طعمة. وهلأ خبروني اذا كنت بدي اعمل شي يعمل ضجة منشان ما تجوا وتفيقوني بالليل. يلا اخي ثروت قوم لحتى نروح، انا بستصعب هالشغلة. لكن لا تنام اليوم، ليوم واحد لا تنام يا سيد ثروت، ليوم. يلا روح جهز حالك أو ساوي اللي بدك ياه بهالوقت. أصلا نحن إذا ما لقينا للولد مننتهي كلياتنا. نحن مننتهي. إذا هنن اللي خطفوا الولد هالشي بعتبره ضدي يا ريس، ما رح ارحم حدا ابدا. صفي. انا ما قلت قتلوا حدا، وما تعتبروشي شخصي، بس بولنت مين بيكون؟ انا عم بقول خليني اجيب صبحي وعزبه شوي، وبعرف محل الولد ومنه بعرف مين بولنت. يعني شو علاقة هاد بصبحي يا أحمد؟ إذا أوزر بيك ما عرف من أصدقائه مين هو هذا بولنت وما لقوه، شو رح نعمل وقتها؟ شو الحل برأيكم؟ يعني منقعد هون ومننتظر تليفون من فيكتور؟ إذا خطفنا حدا منه رح نعرض حياة الولد للخطر. طيب لكن شو بدنا نساوي سيد أوزر؟ الرئيس خضر هو اللي بيقرر إذا كان في مساومة ولا لا. ما في مساومة. كيف ما في مساومة يا رئيس؟ الموضوع بيتعلق بابنك. بعيد الشر عنه، بس هدول الجبناء ممكن أنهم يقتلوه. أنت لا تدخل بمساومة ماشي يا خضر؟ أنا رح أدخل بهذا الموضوع. بالنتيجة أنا ما عندي بالمرة أي مصلحة، وما عندي عداوة مع أي حدا، وكرمال الأيام اللي قضيناها بالسجن بيكون أحسن إذا أنا بتواصل مع رفيق. مزبوط يا شاهين أخا، وأنا بيجي معك وإن ما حكى بقتله. لا غلط، إذا أنا بدعي حدا على مكان بعيد وبيجي بس لأنه عامل خاطر للعشر اللي بيناتنا، أنا ما بسمح أبداً بأنه يوقع بفخ.
أنا عن جد معجب كتير بمبادئك، بس تصرفنا بشرف مع الأغبياء هو يلي وصلنا لهون. اللي ما بيوقع وبيقوم هو الله، احفظها يا أحمد. إذا وقعت ورجعت قمت فما راح تصير عديم شرف وبتكبر. شاهين آغا الحق معه، خلونا نجرب حظنا. إذا عرفنا أي شيء من رفيق بيكون منيح، وإذا ما عرفنا بكرة منروح ومنصفيهم كلهن. شاهين آغا، أعطيه إشارة لرفيق بأنه رح يروح فيها إذا ما كان واقف معنا. أنا رح أعطيه كل أنواع الإشارات، لا تقلق، هو وقت حر بالقرار تبعه. معناها الصبح لازم نقتلهم بنفس التويت. إذا فلت واحد منهم احتمال نلاقي الولد بيصير مستحيل. فيكتور بياخد الولد وبيرجع لروسيا. مين هلأ رح يقتل مين؟ يا آتش افتح لي هالورق لشوف. أنا ما إلي شغل بهي الخطة، رح أمشي ورح أحكي لرفيق. ماشي.